والله الفترة اللي جاية أنا شايف إنه يعني في ماستر سليم سحاب اتوسم سفير نوايا حسنة الفترة اللي فاتت، الفنان أخويا وحبيبي محمد فؤاد هيتم التنسيق بينه وبين بعض لإقامة مجموعة من الحفلات لصالح الجمعيات الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة، نقف جنبهم ونحاول ندعمهم ونساعدهم من خلال إقامة هذه الحفلات، والبقية تأتي. لازم نفكر كلنا بشكل أو بآخر إن إحنا فعلا ندعم كل الجمعيات اللي محتاجة إن إحنا نقف جنبها الفترة دي. هتقول إيه للسنة لك بعد كأس مصر؟ بقول لهم إنهم بجد جيل جميل، جيل عظيم، وأنا سعيد بالزمالك وفرقة الزمالك الفترة الأخيرة. مبروك الدوري، مبروك الكاس، إن شاء الله الانتصارات تتوالى الفترة اللي جاية. عليك على اختيار الفنان القدير هاني شاكر سفير من نوايا الحسنة. كلمة خير بقى عايزين اختيار حضرتك النهاردة وتكريم دول شقيقة على المصريين وهي المملكة العربية السعودية وأيضا دولة الإمارات. طبعا بنرحب بضيوفنا وضيوف مصر العظام السادة سفراء نوايا الحسنة المكرمين من الدول العربية، أهلا بيهم في مصر، وشرف كبير أنه يتم التقسيم على أرض مصر العظيمة، وربنا يوفقنا جميعا يا رب الفترة اللي جاية ونكون عند حسن الظن ونقدر جميعا نحط إيدينا في إيدين بعض ونرفع